السلام عليكم ورحمة الله. تكتنف الزواج ومقدماته جملة من المسائل التي تعرض على الناس من دون علم مسبق لها بحكم أو لهم بحكمها، ذلك لإقدامهم على الأمر دون معرفة حقيقية بأحكام الزواج، وذلك لأسباب مختلفة. نبتدئ اليوم عبر سلسلة فقه النساء مدرسة بعض من هذه المسائل والتي تشغل بال الكثيرين، لكن ابتداء مع فقرة آية وتفسير. رمضان يا رمضان يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا قال سيد قطب في الظلال: لقد انتقلت الرواية، رواية الدعوة والدعاة والمكذبين والطغاة، انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح الآخرة. وبرزوا لله جميعا الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين، ومعهم الشيطان، ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصالحات برزوا جميعا مكشوفين، وهم مكشوفون لله دائما. ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون، لا يحجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر ولا يقيهم واق، برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار. حياكم الله سيرت المشاهدون، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة الرمضانية التي نبثها من خلال برنامج كلمة سوا. باسمكم ابتداء أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن قدوع، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، فحياكم الله شيخنا وأهلا بكم. حياكم الله وبياكم، بارك الله سلمكم الله شيخنا. أحب أن أذكر فقط السادة المشاهدين بإمكانية التواصل معنا كالعادة عبر الأرقام التواصل تظهر أسفل الشاشة ولتظهر الآن وستثبت بعد قليل بإذن الله تعالى، كذلك عبر صفحة التواصل الاجتماعي كلمة سواء قناة النبأ الفضائية أو حتى الصفحة العامة للقناة قناة النبأ الفضائية. حفظكم الله، اخترنا أن نبدأ اليوم بمدرسة فقه الزواج أو أحكام الزواج بعد أن أكملنا أحكام الدماء. والسؤال الذي يطرح في مثل هذا الأمر، يعني الحكمة التي اقتضتها شريعة الإسلام من هذا الأمر الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. الله عز وجل رحيم بعباده، خبير بخلقه، فإذا حرم عليهم شيئا نعلم علم اليقين أن كل الشر في هذا الشيء الذي حرمه الله عز وجل عليهم. وإذا ركب الله عز وجل في الإنسان شهوة لأمر ما وحرم عليه بعضا مما يعني يستنفذ فيه شهوته، فلا شك أنه أباح له جانبا آخر ليستفرغ فيه شهوته وليحقق خلافة الله عز وجل على هذه الأرض. فالله عز وجل ركب في الإنسان الشهوة وحرم عليه الزنا لما يترتب على الزنا من مخاطر ومن اختلاط أنساب واختلاف أعراض ولما يترتب عليه أيضا من ذهاب الغيرة، لكن الله عز وجل رشد هذه الشهوة
ودله على الطريق الأمثل الذي يستفرغ فيه هذه الشهوة ويعود عليه بالنفع في دنياه وفي آخرته. فشرع الله عز وجل الحكيم شرع لنا الزواج، شرع الزواج لتنظيم هذه الشهوة وتوجيه مسارها التوجيه الأمثل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في الزواج لأنه سيباهي بنا الأمم يوم القيامة ويستكثر من أمته، فقال تزوجوا الولود الودود، لأن الإنسان إذا تزوج بنية إعفاف نفسه وإعفاف المرأة التي تزوجها فلا شك هو مأجور، كما أنه مأجور أيضا بنيته تكثير نسل سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظكم الله تعالى. إذن مقصد النية بالذات الذي يغيب عند الكثير للأسف، هذا المقصد العظيم الذي هو يعني ذكرتموه، لو نركز عليه بعض الشيء شيخنا، لأن البعض بات يستعمل الزواج كالعادة فقط يعني، فلو تحدثنا عن مقصد النية وماذا ينوي الإنسان بزواجه. صحيح، لذلك قال أهل العلم عن حديث البخاري الذي افتتح به صحيحه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا هذا نصف العلم أو نصف الدين، يعني لأن الدين ينقسم إلى نيات وأعمال، فهذا عني بالقسم الأول منها وهو قسم النيات، وبقية الأحاديث الأخرى تصب في مصب النيات وهو القسم الأعمال وهو القسم الثاني. وصلاح الأعمال يترتب على صلاح النيات، فإذا فسدت النية فسد العمل. كذلك من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن تكثيره لأجورهم أن صير لهم المباحات قربا، فالأمر يبدو في الأساس أنه مباح مطلقا، يعني يستوي طرفاه، ولكن بإخلاص النية لله عز وجل بمقصد النية يتغير هذا العمل من مباح إلى مستحب، ويتغير من أمر يعني لا أجر فيه إلى أمر كثير الأجر وعظيمه، زي ما قلنا مثلا الذي ينام بنية بدون نية فقد فعل شيئا مباحا له، لكن الذي ينام بمقصد التقوي على قيام الليل أو كف شره عن الناس فلا شك أنه يؤجر بهذه النية. كذلك الأكل، إذا أكله الإنسان فقد فعل مباحا، فإذا ما نوى بالأكل التقوي على العبادة والتكفف عما في أيدي الناس فلا شك أنه يؤجر بهذه النية العظيمة. كذلك الأمر في الزواج إذا فعل على أنه من باب العادات ولم يستحضر الإنسان نيته فلا شك أنه قد ضيع أجورا كثيرة، لكن إذا ما نوى به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وتكثير سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يعظم أجره بمقدار ما عظم في قلبه من نية. حفظكم الله. أبدأ في استقبال الاتصالات. أبو أحمد بن مصرات، أهلا يا أبو أحمد. أهلا، مرحبا يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي قضيتين بالكلمة السياسية، ما هيش سؤال شرعي. تفضل، يعني ماذا تريد بالضبط؟ القضية الأولى موضوع درنا هذا، مفروض أن المفتي يخرج علينا ويقول يا جماعة أصعد درنا هذه واجب فيها جهاد، معاش رجوز الراس هذا، معاش رجوز الراس مفروض خلاص. طيب، مفروض يخرج علينا المفتي إذا كانوا فعلا يعتبر كمفتي إسلامي أن نحن نقول راهو أخر. طيب، هذه درنة. القضية الثانية، أن السيد الراجل يعطي الحاج 5000 دينار، هذا منين من حقه يعطيه ونحن كمرضى قلب ومرضى السكر ومرضى غشاء والرأي وشيء يعطي الحاج الحاجة لا. طيب شكرا. طيب شكرا أبو أحمد. طيب أنا أشكرك. طيب أشكرك أبو أحمد على هذا الأمر، لعل الشيخ يرشد في هذين المسألتين إذا أحب. هناك اتصال آخر. طيب الآن شيخنا، هذه سنبدأ في مقدمات الزواج أو ما يقدم الإنسان قبل حتى الزواج، والقضية التي دائما ما تثار في مثل هذا الأمر هي قضية سن الزواج والزواج قبل البلوغ أو بعد البلوغ، فلو نفصل فيها بعض الشيء شيخنا. نعم، هو أصبحت الآن قضية تثار من قبل العلمانيين و
الذين يحاربون دين الله عز وجل فيعني يظنون أنهم بأفهامهم السقيمة سيطعنون ويشككون في الإسلام من خلال هذه الجزئية. أولا الزواج الصغيرة يجب أن نتفق ابتداء أن من وصلت إلى سن البلوغ فهي ليست صغيرة في الفقه الإسلامي, وهذا بإجماع كل الفقهاء, لأنهم يعرفون البلوغ هو انتهاء مرحلة الصغر بظهور إحدى العلامات كما مر معنا. فالمرادنا بالصغير هي التي لم يعني تبلغ, أما التي بلغت سواء كان عمرها 12 سنة أو 13 سنة أو يعني متى ما بلغت فقد تجاوزت حكم الصغيرة. الآن سنتكلم عن حكم الصغيرة. نعم طيب, لعلي أستقبل عبد الفتاح حفظكم الله ثم أعود إلى حكم الصغيرة. عبد الفتاح أهلا بك. السلام عليكم أستاذ مصطفى. وعليكم السلام. حياك الله, تفضل. نشكر الله أن عندنا علماء, بارك الله فيكم. عبد الله طيب, أولا أنت تتكلمون على فقه النساء يعني. نعم. يعني ملاحظة بسيطة بس يعني كلمة يعني درنا ربي يحفظنا إن شاء الله. آمين. وأنا دائما أقول يد الله فوق أيديهم وقدر الله وما شاء فعل. فأنا أطلب من المدينة جميعا وقت الأصحاب أن يدعوا لهذه المدينة المجاهدة وجاهدة المدينة الصحابة دول. تكافؤ الزواج ضروري, فأنا رأى في ليبيا أن حتى فارق السن كبير بين الرجل والمرأة, وهذا يعني يسبب مشاكل في المستقبل يعني. وأنا ألاحظ هذا يعني حتى في قرب من العائلات يعني. هذا أولا. ثانيا الكشف الطبي ضروري في أوروبا في الدول الراقية يعني. الكشف الطبي حتى سوسة عند الرجل أو المرأة يقال للطرف الثاني ضروري يعني. اللي يتزوج عنده سكر نفسه ما تعلمش به, في اللي العكس كذلك. أنا تعجبني أندونيسيا أستاذ مصطفى يدير في دورات للزوجين لمدة 3 أشهر كيفية الزواج, كيف طرق الزواج. لو تطلع إذا قناة النبأ للميدان أو تطلع للشوارع وتسأل أي شخص لماذا تتزوج لا يجيبك شرعيا لا يعرف. فأرجو أن يكون فيه مكان لتثقيف الزوجة جميل. الزواج لننتج جيلا, والتكافؤ يا أستاذ مصطفى, تكافؤ الزواج هو الذي سينتج لنا جيلا ثم بعد ذلك مقاعد الدراسة. حفظك الله, بارك الله فيك. سيعلق الشيخ على مسألة التكافؤ وقد وضعناها. حفظك الله تعالى أخي عبد الفتاح. إذن شيخنا وقفنا في مسألة سن الصغرى وقلتم أن حتى التي بلغت وهي بنت 12 فلم تعد في الشرع بصغيرة وإنما أصبحت امرأة. نعم. فالآن نتكلم عن حكم الصغيرة وهي التي لم يعني تظهر عليها إحدى علامات البلوغ. البنت هذه يقول الفقهاء إن الأب ولي مجبر لها, يعني يجبرها على النكاح ولو من غير رضاها مع كراهة هذا الأمر. يعني لماذا يعني جعلوا للأبي إجبار يعني ابنته؟ قالوا لأن الأب في العادة لا يمكن أن يفعل شيئا في غير مصلحتها, وهي صغيرة يعني لا يعني لم تدرك مصلحتها, لذلك ليس لغير الأبي أن يجبرها الصغيرة. الأب له أن يجبرها لأن التهمة في الإضرار في قصد الإضرار بها بعيدة عن الأب, التهمة بعيدة عنه, فلذلك أجازوا له إجبارها مع كراهة هذا الأمر. والأولى أن يعني تستأذن البنت حتى يعني يكون هذا أدوم للحياة الزوجية بينها وبين زوجها. نعم له أن يجبرها نعم على العقد ما دامت صغيرة, لكن ليس له أن يسلمها لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين لكن لم يدخل بها إلا بعد أن بلغت 9 سنوات وقد يعني كانت تطيق الجماع آنذاك يعني في 9 سنوات, لأن احنا نعرف بأن الزمن يختلف في مراحل البلوغ وكذلك البيئة أيضا قد يعني وكذلك بالنسبة للشخص نفسه البيئة تؤثر في يعني تسريع البلوغ وتأخيره, وكذلك الشخص نفسه بمكوناته الجسمية قد يكون يعني يبلغ في سن مبكرة وقد يبلغ في سن متأخرة. لكن الفقهاء يقولون له أن يعقد على الصغيرة إذا يعني عن طريق وليها, ولكن ليس لوليها أن يسلمها له ولو هو قال لا أنا لن أطأها من يعني لن أدخل بها حتى تطيق, لكنها قالوا لا تسلم له, ما يجوزش تسليمها له ولو عقد عليها تقعد في بيت أبيها حتى تصبح مطيقة للوطأ ومقدماته, يعني تصبح مطيقة بجسمها تحتمل هذا الأمر فتسلم إليه آنذاك ويدخل بها. لكن هو الأمر هذا يكاد أن يكون يعني نادر جدا نادر الحدوث, وربما أصلا لا يحدث الأمر, لأن إحنا نقول أصلا
هو يجوز له العقد فقط وتبقى في بيت أبيها، فكأنها هي أصلا لم يحدث الزواج اللي هو الدخول، فلا يسمح له بتسليمها حتى تصبح مطيقة للوطن. طيب لماذا هذه الشوشرة ما دام الأمر يعني يكاد أن يكون معدوما أو في حكم المعدوم إن لم يكن نادرا الوقوع بشكل كبير، فلماذا هذه الشوشرة على هذا الموضوع؟ ونجد يعني بعض المشغبين في هذه المسألة ويعني مهاجمة الإسلام من هذه النافذة، للأسف نجد بعض المسلمين هم الذين يتصدرون لهذا الأمر. نعم، لأن الكفار علموا أنهم يعني لن يكيدوا الإسلام من خارجه، جربوا عدة مرات فوجدوا بأن أفضل كيد للإسلام أن يكون من أهله، ولذلك هم يعني استعملوا أناسا. نشوفوا احنا أي شخص يكتب يعني كتابة ضد الإسلام وهو مسلم ويأخذ الـ يعني الـ الشبهات القديمة التي هي مكرورة أصلا يكررونها فقط فيظهرها، تلقى عنده يأخذوه ويرفعوه لأوروبا ويطبعوا له كتبة ويشهروا به في الإعلام، لأن الشخص لما يحارب الإسلام من داخله يقولوا هذا يا مسلمون هذا منكم، فيكون أدعى لاتباعه من بعض أهل الإسلام ممن يعني ما عندهش ثقافة في دينه وليس له يعني ما يحصنه عن اتباع هذه الشبهات. نعم. طيب أتمنى فقط تثبيت الآن بعض الاتصالات إن كانت هناك اتصالات تمرر ويثبت الرقم أحيانا. شيخنا الآن ما أكملنا مسألة الصغرى، لو دخلنا على مسألة الرؤية، يعني مسألة كيف يرى الرجل المرأة التي يريد أن يتزوجها أو الفتاة التي يريد أن يتزوجها، كيف أباح الإسلام هذا الأمر أو كيف شرعناه أو كيف وضعه؟ يعني هو هذا أول شيء هذا يكون عند الخطبة. إحنا ابتداء لما أخذنا في العورات قلنا المرأة يجوز النظر إلى وجهها ويديها فقط لأنهما ليسا عورة، هذا يجوز للرجل أن ينظر إليها، ولكن قلنا في فرق بين النظر للحاجة من تعليم أو طب أو بيع أو شراء، وفرق بين النظر التلذذ، نظر الذي ينظر إلى المرأة متلذذا ولو إلى غير عورتها يكون آثما ولو نظر إلى وجهها ويديها، لكن يعني عندما ينظر نظرة للحاجة وليس فيها ريبة ليس فيها تلذذ نقول هنا النظرة مباحة. الآن الذي يريد أن يتقدم إلى الخطبة، والخطبة هي وعد بالزواج أو هي إبداء الرغبة في نكاح امرأة، هذه الخطبة، فإذا ما ألقي في قلبه زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقي في قلب أحدكم خطبة امرأة فليذهب فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. يعني عندما يلقى في قلب الإنسان خطبة امرأة يسمع يقول لفلانة بيمشي بيشوفها يلقى في قلبه، فهذا يباح له أن ينظر يعني إليها نظرة زائدة عن نظرة الحاجة، يعني نظرة التفحص، لأن بينظر هذه في شريكة حياته المستقبلية هل يعني يعني تعجبه، لأن زي ما ذكرنا هل تنسجم، هل ليش أصلا داروا حتى المقابلة الشرعية باش هو يتحدث معها يعرف توجهاتها وأفكارها. لكن هذه الرؤية هذه النظرة نظرة قبل الرؤية أو المقابلة الشرعية صحيح؟ سواء في يعني سواء نظر إليها، على بعض الفقهاء يقول ولو من غير إذنها، زي ما ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يختبئ إليها خلف النخل لينظر إليها، وفي بعض الفقهاء عندنا ابن القاسم من المالكية قال لا ينظر إليها بغير إذنها. فيعني لابد أن تسأل، إذا قلنا بإذنها معناها هي بتكون في نفس المقابلة الشرعية، في المقابلة هذه يكون فيه رؤية ويكون فيه تبادل حديث بين الخاطبين، يعني ليعلم هل يعني فيه انسجام الأفكار والأرواح وفيها يعني الإعجاب. سأتي عليه، لكن أنا أتحدث عن نظر الخلصة الآن الذي قلت أن بعض البعض يعني أباحه أو شيء من هذا القبيل نظر الخلصة، لكن لعلي أستقبل عبد الحكيم من طرابلس. أهلا يا عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عبد الحكيم. بارك طيب في نص أنت وفضيلتي الدكتور الشيخ بارك الله فيه. الله يسلمك. وعلى النبي كل الناس الطيبة وربي يتقبل منكم ومنا في الشهر العظيم. تفضل بارك الله فيك. سؤالك بالنسبة للجواز أخي مصر، أنا من نص الرسالة سبحان الله في مصر اللي هي سبحان. نعم تفضل سؤالك لو سمحت. إيه فسبحان الله تلقى هو مش بالعمر، هي مرات تلقى صغيرة وناضجة وفاهمة سبحان الله مدربة على الأسرة، هي على الأسرة طيب. تبدأ ناضجة معناها 100%، لكن تلقى العمر مرات سبحان الله ما يقارب 40 سنة تلقى حتى هي عقلها معناها خفيف وتلقى مش مساعدة لزوجها لأسرتها مش طيب. هو ربك عز وجل سبحان الله قال الطيبون الطيبات خبيثون. أشكرك عبد الحكيم. شكرا.
طيب اشكرك عبد الحكيم. فقط الاستعجال اعتقد محمد من بنغازي. يا محمد معي الهواء يا محمد تفضل. اسمعني من محمد اسمعني من سماعة الهاتف وتفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا أستاذ موسى؟ أولا نحييك على البرنامج الجميل. بارك الله فيك، حياك الله. ونشكر الشيخ عبد الرحمن، أنا واحد من الناس هي بس حلقات نشوفها، أنا كانت في مغازي. بالحقيقة نفخر أن يكون عندنا شباب مثل هذا صغير السن ودكتوراه. الحمد لله. يتكلم بأسلوب بسيط مع احترامي لكل المشايخ اللي يطرح في بعض القنوات، لكن أسلوبه سهل ممتنع. الحمد لله. وانا اريد يا شيخ مصطفى وشيخ عبد الرحمن ان تكلمونا عن البدعه والامور اللي صايره الان. بعد انا واحد من الناس كنت شيخ ومستبعدين، احنا مجموعه كبيره بحكم اننا نحتفل بالمولد وتاريخ البدعه، هي البدعه الاحتفال بالمولد والبدعه اللغويه والبدعه الشرعيه وتفصل الامور، لان الناس تلبس عليها امر البدعه. ما طيب. يقول لك هذا منتدى سبحه منتدى، اللي مثلا يحرق صبعه بالتشاهد منتدى، اللي يجيب الافكار اللي بعد مثلا بين الصلاه والتراويح، هذه الامور اصبحت بدعه ولبسوا على الناس كثير من الامر. طيب. فاريد حلقه للبدعة واحكام البدعة وما هي تاريخ البدعة، وعلى هذه الامور نفعل فيها زمان، هل هي بدعة ولا لا، وهل هي مناقضة للدين، بحيث انكم تقولوا باذن الله تعالى. مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، وبارك الله فيك. حفظك الله. خلي اسم الدكتور مرة يطلب الناس تعرف الدكتور عبد الرحمن. بإذن الله تعالى. شرف لنا، بارك الله فيك أخي محمد بن غازي. إذا نتمنى أن يوضع اسم الدكتور أحيانا مرة حتى يعني يزاد عرفا به. حفظكم الله تعالى. أشكرك محمد. شيخنا، مسألة نظر الخرسة، يعني قلت أن بعض الصحابة كانوا ينظرون لها من غير إذنها، وبالتالي هذا يعني هل يعني أنهم ينظرون منها إلى ما غير ما أباحه الشارع من وجه وكفين، فنظر الخرسة قد يستوجب هذا؟ هو هذا، لهذا منع ابن القاسم رحمه الله من علماء المالكية، وابن القاسم هذا عمدة المذهب المالكي، وهو تلميذ الإمام مالك الذي لم يخلط علمه بغير علم الإمام مالك، لهذا كان مقدما في المذهب بخلاف غيره، قرأ على مالك وقرأ على غيره. فابن القاسم لهذا الأمر منع نظر الخلسة، قال لأن نظر الخلسة قد يؤدي إلى نظر شيء من عورتها، لأن هي تكون مش منتبهة، فلهذا منع من هذا الأمر. لأن جمهور الفقهاء أجازوا للخاطب أن ينظر من مخطوبته وجهها وكفيها لا أكثر. وإن كان في بعض مثلا مذهب الحنابلة يقولوا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني ينظر ما يبدو عند الخدمة عادة من شعر ويعني شيء من الرقبة وشيء من الأطراف، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، لأن الأمر يعني فيه سد للذريعة ويعني إغلاق للباب. نعم. طيب أستقبل صلاح من ترهون. أهلا يا صلاح. هلا ومرحبا. مرحبتين صلاح، واسمعني من سماعة الهاتف لو سمحت تفضل. هلا ومرحبا. أهلا بك. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا صلاح. الله يسلمك. بالله عندي سؤال الشيخ في موضوع الزواج، يعني هو احنا طبعا في العامية دائما عندنا كلمة يقولوا فيها بالعامية للأشخاص اللي تأخروا يعني في سن الزواج، مثلا يقولوا دائما يعني ليش ما تكملش نص دينك؟ هل فعلا الإنسان اللي ما وصل لسن معينة مثلا تعدى سن الأربعين وغير متزوج يعني يعتبر ناقص دينه، يعني إنسان غير كامل في الدين؟ طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أحسنت يا صلاح. طيب شيخنا، نصل مسألة أخرى هي مسألة الصور الآن، يعني هذه كانت عادة معروفة قديمة، الآن هي مسألة الصور، حيث أن يعني كل النساء يرسلن عن طريق خطاب شيء من هذا القبيل إلى غير إلى الرجال صور النساء اللواتي يعني يريدن الزواج، فما حكم الصور؟ الصور هذه ماذا يبدو من المرأة فيها؟ مفصل. إذا كان يعني الصورة بعثت مع أهل الخاطب لينظر إليها، مثلا ما تمكنش من الرؤية الشرعية هكذا لأي غرض، إذا لم يتمكن من الرؤية وجاء أهله وكانوا ثقات أمناء فأعطوهم أهل المخطوبة صورة لا يبدو فيها غير الوجه والكفين، وبعدين يستردوها منهم، أهم شيء الأمانة، لأن هذا باب شر الصور، قد يعني الإنسان ما يصيرلاش من الخطبة يعني ينكث الخطبة، لأنه هو مش ملزم بأن يكمل حتى بدون سبب، قد يعني يخطب ثم بعد ذلك يبدو له الترك
يفسخ الخطبة، فبعدين تقعد صورها هي عند الشخص هذا، وهذا يترتب عليه مفاسد وابتزازات، وإحنا نشوفه في الأسئلة التي يعني تصل لدار الإفتاء وغيرها. نعم. عن يعني مخاطر هذه الأمور. إذا كان قلنا نطاق ضيق، إذا لم يتمكن من رؤية شرعية وبعثت الصور مع ثقات من أهل الخاطب لينظر ثم يرجعها، فأرجو أن لا يكون به بأس. رجب من طرابلس، أهلا يا رجب. مرحبا يا رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا رجب. معك طيب يا رجب. معك الشيخ الله يحفظك إن شاء الله. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك بارك الله. أعطونا سؤالك إن شاء الله يا شيخ. أعطونا سؤالك يا رجب. يا شيخ بالله يعني هو الزواج الحكاية راكبة وعضها الصادق الغريب اللي عنده فيه يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هنا يدخل الشخص الصادق. سبحان الله. الله المستعان. غريب الأمر جدا. في من الناس محروم يعني بيضيع أجر صومه ويضيع ماله، فيه اللي يتصل يقول كلمة طيبة فتعود بالنفع عليه في دينه وفي الدنيا، وفي ناس محرومون والعياذ بالله. وهذا ليس له منطق يعني أو جغرافيا. يعني الأخ من مغازي ما شاء الله قال كلاما طيبا جميلا. نعم. والأخ من طرابلس يعني الآن يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب. صحيفته فليملأها بما شاء. الله أكبر. نسأل الله أن يعفو عنه وعنه. شيخنا مسألة الآن مسألة التواصل الاجتماعي موجودة، يعني اختلط الحابل بالنابل، والفتيات يعني يخاطبنا يكلمنا يعني الشباب من دون رقيب ولا حسيب، يمنيها بالزواج فترسل له صورته، قد يطلب منها أكثر من حتى ما الصورة العادية. نناقش هذا، إذا ما طلب منها الرجل أول حاجة هل يجوز مخاطبتها عن طريق التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة؟ وحتى وإن قال لها أنا أريد أن أخطبك، ثانيا يعني أن ترسل له صور لها سواء كانت محجبة أو غير ذلك. في البداية هي المحادثة بين الرجلين لغير حاجة لا تجوز بين الجنسين. يعني محادثة بين الجنسين ما لم تكن زوجا أو محرما لا تجوز إلا لحاجة. إذا كان مثلا احتاجت لطبيب لترسل إليه وتستشيره، إذا احتاجت لدكتور مثلا يدرسها في مادة وأرادت استفسار يعني عن إذا أردت أن تشتري شيئا، ويكون هذا كما قال الله عز وجل ضابطه وقلنا قولا معروفا. نعم. يعني ما يكونش فيه زيادة على الألفاظ التي يؤدى بها المراد. أما يعني التكسر في الحديث ويعني الإطالة ويعني الحديث لغير حاجة فلا شك أن هذا باب من أبواب الشيطان، فما بالك إذا كان الشخص يمنيها ويعدها بالزواج. الزواج له أبواب ينبغي أن يطرقها، وليس يعني هو نفسه لا يكون لديه ثقة في البنت هذه التي يراسلها عبر الوسائل هذه، لأنه يقول هي يعني ممكن تواصل غيري إذا كان وصلتني أنا، وكم حصلت من مآسي بسبب هذا الأمر. ترسل له الصور وربما أكثر من الصور فيبتزها بعد ذلك، يقولها يعني إما أن يعني تكوني طوع إشارتي أو أنا مستعد ننشر هذه الصور أو المحادثات، وهذا لهذا حرم الشرع. نعم. وسد هذه الأبواب لمصلحة المرأة. طيب استقبل نوري من درنا. أهلا يا نوري. السلام عليكم. مرحبا أخي مصطفى. حياك الله أخي نوري. كيف حالك أخي مصطفى؟ الله يعزك الحمد لله. تفضل يا أخي نوري. الله يسلمك. بارك الله فيك وبارك في الدكتور عبد الرحمن. يا أخوي مصطفى، ممكن نسأل في موضوع الفقه في موضوع الطلاق؟ إيه تفضل، هذا السؤال مفتوح. تفضل. يا أخي مصطفى، ابن وجه سؤالي للدكتور، أنا بيدي طبعا صار لي موضوع مع زوجتي أو طلقتها، تسمع فيها؟ نعم نسمع لك، نسجل. أي نسمع نسجل، تفضل. أي نعم. طلقت زوجتي وكانت حامل 3 شهور، وبعدين رديتها بعد شهر يعني ممكن كيا. هذه أول طلقة طبعا، قل هذه أول طلقة طبعا. نعم. وبعدين صارت مشكلة بيني وبينها وطلبت مني طلاق مرة ثانية بعدها ممكن بعام، طلبت مني طلاق وانا ما بيش نطلقها، فكانت عصبية جدا هي، فرميت عليها الطلاق. تمام يا شيخ؟ تمام. فهمت السؤال؟ نعم. هذه الطلقة الثانية. وبعدين المرة الثالثة كنت معصب، وبعدين طلقت واكتشفت ان هي كانت حائض، وقالوا لي الحائض لا حكم خاص. وانا طبعا يا استاذ مصطفى نادم شديد، هل في الامكان ترجع بنفس الدكتور ولا لا؟ طيب اسال الله ان يصلح الحال. شكرا جزيلا لك يا اخي نوري من درنا.
لعلك تعلق على هذه المسألة وهل تراها إن شاء الله. هو بالنسبة للشخص هذا الأصل أن مسائل الطلاق الأصل أنها يعني يكون فيها الشخص مباشرة يذهب للمحكمة أو لمقر من مقرات دار الإفتاء, وفيه مقر في دارنا دار الإفتاء, يعني يستطيع أن يذهب ويستفسر أكثر وأكثر. لكن مبدئيا هو الطلقة الأولى وبعدين ردها, والطلقة الثانية وبعدين ردها, والآن الثالثة, والله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان, يعني هذه الثالثة. كون الإنسان غاضب أمتى لا يقع الطلاق في الغضب؟ إذا كان الإنسان لا يعي ما يقول لدرجة أن ينتهي المشكلة يقول له أنت طلقت, يقول لا أنا ما طلقتش ولا انطقت بلفظ الطلاق, ولا يميز اللي أمامه هذه أمة ولا زوجته ولا أخته, يعني لا يميز بين السماء والأرض. نعم, فهذا الشخص يعني بذهاب عقله لا يسري عليه التكليف فلا يعتد بطلاقه. لكن الغضب اللي الإنسان يعي فيه ما يقول وما يفعل هذا مؤاخذ به أصلا. هو الطلاق للأسف شرعه الله عز وجل لحل العصمة بين الزوجين إذا ما وجدا أن لا سبيل للتوافق, لما يجلسوا بتفكير وبعقل ويكون كل واحد منهما عند اتجاه ولا يمكن أن يعيشوا مع بعض والحياة مع بعضهم بتزيد نكد وضيق, عندها يشرع لهم الطلاق ويأخذ كل واحد حقه الذي فرضه الشرع ويمشوا في حالهم. لكن أن الإنسان يتعصب ربما حتى من غير زوجته فيوقع الطلاق وبعدين يبدأ يبحث عن فتوى, هذا ينافي مقصود الشرع من الطلاق ويقع عليه. حتى الطلاق في الحيض يا أخي الكريم, الطلاق في الحيض صحيح هو بدعة ومحرم لكنه يقع, وذكرنا في حلقات قادمة سابقة أن حديث ابن عمر في صحيح مسلم طلق امرأته وهي حائض وقال حسبت علي واحدة, وهذا مذهب جمهور أهل العلم. فتنصحون أنتم بالذهاب أصلا مباشرة لدار الإفتاء؟ الأفضل أن يذهب هناك. نعم. طيب استقبل محمد من طرابلس ثم نكتفي بالاتصالات لأن عندنا كم من الأسئلة. محمد أهلا بك. محمد اهلا بك. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. اعانك الله على هذه الامانه. الله يحفظك. والله مصر اهل ذرنا ان شاء الله. اللهم امين. سؤالي هو الذكر يعني بعد كل صلاه مع الجماعه في صلاه التراويح جماعي, يعني هل جائز هذا ام لا؟ طيب بارك الله فيكم. أنت سابح. طيب شيخ ندخل لبعض الاسئله التي جاءتنا اليوم ثم ننتقل مباشره للاسئله ايضا عن طريق التواصل الاجتماعي. أخونا سألكم يعني في مسألة الحج, أستاذ هل عندكم فيها من إشكال أنه كيف يعطى الحجاج نصف القيمة, قيمة الحج من قبل الحكومة, وهذه النصف القيمة قد يحتاجها الناس الآخرون من المرضى وغير ذلك, فهل ترون في هذا يعني عيبا أو خطأ يعني من الحكومة أم أنها مساعدة للحجاج التكاليف؟ من ولاه الله عز وجل أمر الناس سأله عن كل ما يحتاجونه, الآن الذين هم على رأس السلطة مسؤولون أمام الله عز وجل عن جوع الناس وعن حاجتهم وعن تكدسهم أمام المصارف وعن عجزهم في أقواتهم, هذا كله سيسألون عنه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشدد عليهم اللهم فاشدد عليه, يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه, يعني الناس الذين في السلطة يعني عليهم أن يستشعروا المسؤولية, إما أن يعني يوفوا ب يعني بالحقوق التي عليهم للناس, لأن أنت لما يجيبوك في المسؤولية هذه عندك حقوق يجب أن تؤديها للناس, إذا لم تستطع فاستقل, هذا هو الواجب. إذا كانت الأمور صعبة ولا يستطيع أن يفعل شيئا عليه بالاستقالة, أما أن يبقى ويدعي بأن الأوضاع يعني لا تساعده وأن كذا وكذا, هذا مسؤول أمام الله عز وجل. بالنسبة للحج هذا من باب التطوع, تعطي الدولة لما تكون مقتدرة وعندها فائض. لكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون, هو يتكلم هذا مريض بالقلب, المرضى الذين يعانون والناس اللي ما عندهمش ما يأكلوا, هذا واجبات على الدولة. هذا من الواجبات التي هي أساس أن الناس تجري لهم مرتباتهم ويعني توفر لهم ما يحتاجونه, وهذا من الواجبات عليها. بعد ذلك إذا كان عندنا فائض يعاون الحجاج حتى بجميع المبلغ لا بأس. طيب حفظك الله تعالى. أخونا عبد الفتاح لما نتكلم عن التكافؤ ومسألة الكشف الطبي هذه نلجأها إن شاء الله للحلقات القادمة, لأن نحن مازلنا نتحدث في الزواج وندخل في الزواج. أخونا صلاح من ترهونة سألكم عن مسألة من تأخر زواجه فهل يقال عنه أنه ناقص الدين؟ حكم القول أكمل نصف دينه. هو يقول يكمل نصف دينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة, يعني مدار المعاصي والشر
إما من اللسان وإما من الفرج. فالإنسان الذي يعني حصن نفسه وحصن فرجه فقد يعني استكمل نصف الدين، بمعنى أنه قطع يعني السبيل على نصف الشهوات ثم بقي له أن يمسك لسانه، هذا المقصد، ليس أنه ناقص الدين. إذن ليس دين. نعم. أخونا من بنغازي سألك عن مسألة البدعة اللغوية والشرعية، هل هو أظن أن يعني طلب أن تكون في حلقة بالخصوص هذا، لأن الموضوع هو طويل. لكن البدعة باختصار، البدعة في اللغة هي كل أمر مخترع، يعني كل أمر ليس له سابق يعني صورة، بديع السماوات والأرض الله عز وجل، أي أوجدهما على غير مثال سابق. وأما البدعة في الاصطلاح فهي كما عرفها الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بسلوكها التعبد لله عز وجل. يعني الإنسان يأتي بطريقة من عنده فيسلكها متعبدا لله عز وجل بها. لكن الأمر الذي ينبغي التنبيه عليه هو تسرع يعني صغار الطلبة، ممكن حتى مش من صغار الطلبة، عامة الناس، تسرعهم في تبديع بعض الهيئات وتبديع الناس فوق ذلك. يعني ما يكتفوش بتبديع الأوصاف بس، ينتقلون إلى تبديع المعين، تبديع الأشخاص، وهذا يعني نتيجة لخفة وطيش وقلة علم. البدعة أمرها صعب، البدعة بريد يعني التكفير. الآن أنت لما بتبدع شخص بعدين ربما تنطلق إلى مرحلة بعدها إلى تكفيره، هو الأمر كبير جدا شيخنا. ولذلك سنحاول نفرد حلقات، لأن هي مسألة التنزيل نفسها، مسألة هل كل من مارس بدعة أو الحاجة يحرر موضع النزاع، هل هذا بدعة فعلا أو لا، ثم بعد ذلك إذا اتفقنا أنه بدعة هل يطلق على من فعله مبتدع أو لا، وهل من له أصل في العمل يعني. فهذا أمر يحتاج طويل، لعلنا نفرد له حلقات بإذن الله مع حضرتكم. أخيرا نأخذ آخر سؤال اليوم ثم ننتقل لصفحة السيشل. هو الأمر أخونا محمد لما سألكم عن مسألة الذكر والتسبيح بعد صلاة التراويح، هي هذا يعني مبنية على ما ذكرنا من الخلاف في البدعة، وعلماء المالكية المتقدمون يرون أن كل أمر حادث فهو مبتدع مدام في الدين، سواء كان الدعاء الجماعي عقب الصلوات أو كان التسابيح التي بين ركع يعني تسليمات التراويح. يعني كل أمر يرون علماء المالكية المتقدمون يرون أن كل أمر لم يجري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبادة ففعله بدعة. بعض المتأخرين من علماء المالكية كالدردير وغيره تبعوا العز بن عبد السلام من الشافعية، فقسموا البدعة إلى أقسام وجعلوا هذا من قسم المباحات أو المندوبات. طيب، لعل هذا يلحق بالحلقة التي سنفردها بإذن الله حول هذا الموضوع. شيخنا لعل ندخل الآن لصفحات التواصل الاجتماعي وأسئلة التواصل الاجتماعي تمر لنا. علينا علي تسأل، هل يجوز الخروج مع فتاة من غير المحارم في ليالي رمضان في خلوة أو في الأماكن العامة؟ ولعلكم مرتبط ببرنامجنا اليوم موضوعنا. يعني هو بالنسبة للفتاة زي ما ذكرنا حتى خاطبها يعتبر أجنبي عنها، فلا يجوز له ما لم يعقد عليها باش يبدأ زوج، مدام قاعد مع قدش يعتبر أجنبي فلا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يخرج معها، خاطب ولا غير خاطب، رمضان أو غير رمضان، أو رمضان أو غير رمضان. غرف المعاصي في رمضان يزداد إثمها فقط، لكن الخلوة هذه اتفق الفقهاء على تحريمها، ما يجوز أن يختلي بها ويخرج. نأخذ الآن عن السؤال الثاني فضيلة الشيخ ماجد، في 8 أيام الأولى كنت أضع كوب ماء بجانبي منتظرا الأذان الثاني وأشربه مع الأذان، ما حكم ما فعلت؟ إذا كان الأخ ماجد هذا، إذا كان أنت يعني تسمع الأذان وتتعمد الشرب فأنت مفطر، يجب عليك القضاء، حرام عليك ويجب عليك القضاء، من بوش نقول الكفارة لأنه هو متأول، لأن احنا نسمع الآن في الناس اللي تشوش يقولوا أن الأذان يعني قبل الوقت، والأذان وضعت له لجنة من الأوقاف في السنوات الماضية وعدلت المواقيت، الآن أصبح أذان الفجر على الوقت الحقيقي اللي هو الفجر الصادق، فيترتب على الأذان منع الأكل والشرب، يترتب عليه صحة دخول وقت الصلاة، صحة الصلاة يعني دخل الوقت. يعني الأخ ماجد يجب عليك أن تقضي الأيام 8 إذا كنت تتعمد في الشرب وأنت تسمع الأذان. لذلك استحب علماء المالكية أن يكون بين الأذان والسحور مقدار ربع ساعة على الأقل، يعني أنت ليش تنتظر في الأذان؟ نعم، يعني قبل ربع ساعة تكون كملت. طيب، السحور ولا تقرب الأماء ولا حفظكم الله. تعالى السؤال الثالث شباب من فضلكم، سليم حمزة يسأل، هل يجوز استخدام بطاقة التأمين الصحي لشخص ما من قبل شخص آخر لشراء الدواء؟
لا يجوز هذا، لأن تزوير كأنه عندما يقدم بطاقة الشخص الآخر لنفسه كأنه يشهد بأن هو المريض وهو ليس هو. هذا طيب. فيه كذب وتلبيس. لو علمت الشركة لأوقفته وربما حتى دارت لغرامة يعني. اللهم المستعان. شيخنا، يعني في هذه الأيام يعني تعاني مدينة درنا للأسف من حصار خانق وقتل وضرب وتجويع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الليبيين جميعا ويفك عن درنا. فكلمة في هذا المقام شيخنا، خاصة نسمع كل يوم في قتيل وفي جريح من كبار السن ومن الصغار يعني. نعم، هذا والله شيء يندى له الجبين، مأساة يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الآن منطقة ليبية فوق من 100,000 نسمة ومسلمون في نهار رمضان، احنا ناكل ونشرب ونتصحر ونفطر، وهم يعني يبيتون على القصف ويعني ينامون على القصف ويقومون على القصف، وحصار خانق من كم شهور. يعني شفنا مساعي من أهل الخير في الشرق، يعني شفنا مساعي للصلح، وكانت مساعي طيبة وموفقة لما كان المجرم خلف يعني خارج البلد، يعني كانت فيه مساعي طيبة والناس قريب يوصلوا لحل. هذم جيرانهم وأهلهم وأخوتهم وناسهم مسلمين، يعني كانوا بيوصلوا لمساعي حل، لكن لما جاء المجرم يعني نسف كل جهد الصلح ونصب المدافع والدبابات، وهو يعني الآن يعني يسير على أشلاء الجثث. هذم من الجنود المساكين اللي مغرر بهم، هذم يجيبونهم في فتاوى مش عارف من وين يجيبونهم فيها أن هذا جهاد، وبعضهم يعني يغريه بشيء من المال الشهيد 5,000 أو 10,000، فيذهبون مساكين بظنهم أن اللي في يعني جعلوا لهم في عقولهم أن اللي مقابلينهم هذم أعداء للبلد وأنهم كذا، وأن لو رجعوا إلى عقولهم ونفضوا عنهم يعني هذا الوهم وهذه الأكاذيب لاصطلحوا مع إخوتهم ولوجدوا حلا. يا سيدي احنا سلمنا إن فيه إرهاب للداخل، هل يعالج الإرهاب بقصف الناس الأبرياء؟ يعني يخرج علينا من شخص يدعي بأنه من الجيش ويقول سننتهك الأعراض وسنحرق الكذا من سيسلم لك يعني؟ سبحان الله، هذا هذا هل هذا جيش؟ هذا لا حول ولا قوة، هذا جيش يريد أن يحرر البلاد ويريد يعني قسموا البلاد وزرعوا الأحقاد بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج لأهل درنا، والله خذلان أهل ليبيا لأهل درنا ستكون له عواقب وخيمة على البلد والعياذ بالله. يعني الله عز وجل يعجل العقوبة للناس، من خذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته خذله الله عز وجل. يعني الأمر ما هوش هين، احنا نتفرجوا عليهم ويعني من حركوش ساكن. أهل السياسة يجب عليهم أن يتخذوا خطوات جريئة لإيقاف هذا المجرم عند حده. أهل الناس الاجتماعية والأعيان عليهم أن يسعوا بكل ما يستطيعوا. أقل حاجة الإنسان يعني يجمع أهل بيته قبل الإفطار ويدعو الله، يدعو الله عز وجل أن يفرج. هناك دعوات تظهر دائما للتظاهر في مسألة هذا نصرة لأهل درنا من عامة الناس، كلمتكم في هذا؟ كذلك هذا المظاهرات يعني الأساليب هذه التي فيها إنكار للمنكر، إذا كان فيها نفع وهي جربت ولها نفع فيجب على الناس أن يخرجوا إليها وجوبا عينيا. على كل شخص يجب عليه أن يخرج نصرة لأهل درنا. ما يقدرش واحد يقول أنا ما نقدرش نطلع، ممكن ما تقدرش تقاتل وما تقدرش توقف الحرب، لكن تستطيع أن تخرج للتظاهر تبين صوتك، تقول للناس وقفوا الحرب علي الناس الأبرياء العجزة والأطفال وكذا، فلعل الله عز وجل يتجاوز عنا بأقل الواجبات هذه اللي عندنا. حفظكم الله تعالى. عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية الشيخ الدكتور عبد الرحمن يدوع، سرنا كثيرا بصحبتكم هذه الحلقة، وملتقنا بإذن الله مستكمل وحكمنا كمان غدا بإذن الله تعالى. أسرة المشاهدون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهل درنا وأهل ليبيا ويجمع الكلمة ويجمعنا على كلمة سواء. ملتقنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.